نور المشاهدين، شكرا مرحبا لك، يعيشك. مرحبا بك معنا، نورتينا بوجودك. اهلا، يعيشك. شكرا. دونك كما سبق وقلت صالح، انه موضوعنا اليوم هو حيكون عن الامساك. الامساك هو مشكل اللي يعاني منه بزاف ناس. يمكن، ما هو الامساك؟ تفسيره العلمي قبل ما كيما احنا نعرفوه سي كونستيباسيون، لكن علميا يعني واش يصرى للكولون حتى الانسان يحس بالامساك؟ الامساك في الحق هو عندما يدخل الانسان الى بيت الخلاء قل من 3 خطرات في الاسبوع، ولا عندما يدخل بيت الخلاء يصيب روحه ما فيداش كومبليتمون، ولا يكون عنده صعوبات كي يدخل بيت الخلاء، ولا الفضلات تجي يابسه ناشفه. هذا هو الامساك. طيب من واش يجي؟ الوغ الامساك كان نوعان، كان امساك باسكو المصران ما يخدمش مليح، وكاين الامساك يجي من اسباب خارجيه خارجه عن المصران. مثلا نقول لكم تفضلي تفضلي رانا نشوفوا الصور راهم يجوزوا للمشاهد الكريم. هذا كيفاش يمشي للمصران، هذا كيفاش يمشي للمصران، التقلصات تاعو كيكون يخدم باش يكون عندنا لو فونكسيونمون نورمال. صادير الوظيفه يعني التقلصات هادو يديرهم باش يمشي نعم. هذا في العادي، هذا في الطبيعه، هذه في الطبيعه. وكونترير ماشي في العادي، تجي هذه ما كانش، هذو التقلصات ناقصين ولا بزاف بزاف، بصح ما يمدوش الاخر تاعهم. وضحينا الان الاسباب. الاسباب قلنا باللي الاسباب تجي من القولون سبيسيالمون، ولا خارج من القولون. الوغ خارج من القولون نقولوا السكر، داء السكري، يقدر هذوما الالياف يولوا يابسين والاعصاب يابسين، دونك اوتوماتيكمون ما يمشيش مليح المصران. عندك بزاف اللي عندهم السكر يعانون من الامساك. عندك خمول الغده الدرقيه. الغده الدرقيه عندها دور باسكو علاش الجسم ما يمدش الافراز تاع تي 3 تي 4، دونك اوتوماتيكمون الماء هذاك اللي نورمالمون يخرج في المصران ما يخرج، يقعد لداخل جسم انسان. دايوغ الناس اللي عندهم خمول الغده الدرقيه تلقاهم سمان شويه، دونك الماء اللي يقعد لداخل سي اون انفيلتراسيون في الحق، ماشي واسمه ماشي المصران هو اللي راهو لا كوز، مي الماء اللي ماهوش يخرج ما كاش البراز ما يكونش مشامخ. كاين ثاني الاعصاب، الناس اللي نعرفوهم ما يتحركوش بزاف، ولا لانهم عندهم باغ اكزومبل لا مالادي دو باركنسون. لا مالادي دو باركنسون شتي هذوك اللي يترعدوا هكذايا يبسوا هكايا، دوك خمول في المصران. عندك الناس اللي عندهم اللي داروا لي زافي سي سيتادير شلل نصفي هذاك وما يتحركوش ثاني، والمام الاعصاب ما يخدموش مليح. الناس اللي عندهم النخاع الشوكي اللي يكون سواء عنده حبه راهي تكومبريمي لو تعبز له من برا، ولا عنده باغ اكزومبل طاح وشلل، دونك المصران ما يمشيش مليح. كاين الناس اللي عندهم مشاكل في المصران بالذات باغ اكزومبل بعيد الشر سرطان القولون، بصح في سرطان القولون يضيق يدي بلاصه تاع الفضلات، دونك يضيق والفضلات ما يقدروش يجوزوا سورتو او نيفو المستقيم. في سرطان القولون كاين كيفاش اعراض اخرى اللي احنا باسكو نخافوا بزاف سرطان القولون، باغ اكزومبل كاين دم، باغ اكزومبل الانسان يشيان، باغ اكزومبل الانسان يولي ما ياكلش. دونك يوصل الانسان حتى وين الفضلات ما يخرجوش، ويكون يحبس لي غاز ما يخرجوش، ويولي الانسان يتقيأ ولازم يروح اون اورجونس للسبيطار، باسكو هنا يكونوا المصارن تربطوا اوكلوزون انتيسينال ايغو، لازم العمليه اون اورجونس. عندك ثاني الناس اللي عندهم باغ اكزومبل تقرح في القولون، لا ار سي اش، لا مازي دو كرون، تمد لنا المصران ينقص شويه هكا في الفوليوم تاعو، دونك اوتوماتيكمون ما كاش الفضلات كيفاش تجوز. كاين الناس باغ اكزومبل اللي عندهم شغل جيوب يعيطوا لها لا ديفيرتيكولوس كوليك، اللي في المصران تالمون يخدم بزاف وكامل يجو واحد الجيوب هكذا يدخل فيهم الماكله واوتوماتيكمون ما يمشيش مليح المصران. كاين كيما قلنا الخطره اللي فاتت قلنا البواسر بيان سور يديرونا لا كونستيباسيون، وكم هما ثاني يجوا من لا كونستيباسيون يعني حلقه مفرغه.
عندك الشق الفرجي ثاني يقدر يدير لنا لا كونستيباسيون. عندنا باغ اكزومبل الناس اللي تاخذ ادويه, الناس باغ اكزومبل اللي تاخذ مسكنات باغ اكزومبل لي زونتي ديبريسور ولا لي نورو اللي عندهم مرض الاعصاب يشربوا هذه الادويه. كاين الناس اللي باغ اكزومبل تشرب ادويه تاع المغص تاع الالم ثاني يدير لهم لا كونسيباسيون. نزيدو نشوفو يمكن. نعم اسمح لي نزيدو نشوفو يمكن اعراض اخرى مع المكالمه الهاتفيه هذه اللي متوجهه ليك مباشره. نقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير زهرة. اهلا صباح النور. بربحكم. اهلا بك. الورد والياسمين في البلاطو تاعكم. شكرا يعيشك. الله يسلمك. صباح الخير اخويا صلاح. صباح النور مرحبا. تفضلي تفضلي عرفينا بك وتفضلي بسؤالك الدكتوره في الاستماع. تفضلي. الله يسلمك. عندي طفل في عمره 10 سنين. 5 سنين. عنده القولون العصبي. نعم. عنده انسان ما يخرج لا لا سنانات ما يخرج. عند بعد فينا عند الطبيب قال لي الطبيب القولون تاعه مليح بس عنده اضطراب نفسي. هذاك اللي يدير له لا لا سمعتي هذا؟ من بعد نروح بغينا نروحوا نديروا له على الغده الدرقيه. اللي هي المشكل غده درقيه هو عنده 5 سنوات. يقدر وسيب. نعم. اوكي. من بعد بغيت نسالكم اسم فحص بنت غده درقيه ولا عنده مرض في الكولوسان؟ نعم. يعني قد نعم مفهوم سؤالك. بقاي معنا باش تسمعي الاجابه. صباح الخير اختي. هاي باي باي. شكرا. صباح الخير اختي. شوفي كما قلنا من قبيله الغده الدرقيه كي تكون خامله ما تخدمش تي 3 تي 4 هابطين عندنا لا كونستيباسيون. بصح كي يكون طفل صغير بوكو بلوس حنا نبحثوا على واحد المرض يسميوه لا مالادي دو اورشبرونغ. واش معناتها لا مالادي دو اورشبرونغ؟ هذا الانسان الطفل الصغير يزيد بها. الوغ كي يزيد بها هو كاين واحد الاعصاب في المستقيم على الاخر كامل يكونوا ما كاش عند بعض من الرضع ولا الاطفال ولا هذه زايدين بها. دونك اوتوماتيكمون لازم الانسان يدير لا مانوميتري انوريكتال باش يشوف اسكو كاين هذوما الالياف هذوما ولا الاعصاب ولا لا لا. يقدر يدير ميم دي فوا دوطخ زيكزامان et باش يليمينيه لا مالادي دو هيرشبرونغ. باسكو لا مالادي دو هيرشبرونغ هذيا يا لو كانت تكون زعما طويله شويه ماشي كورت ولا ليق لها عمليه جراحيه. هذا سي لو سول كا عند لي زونفون. كيما قلتي انت يا الا عنده غده درقيه يقدر يكون عنده حاجه اخرى اون باراليل. سي بور سا نداو نبعثوا طبيب عند طبيب الغدد على الغده الدرقيه تاعو اوتوماتيكمون كي يشرب دواء راهو رايح يتسقم له الترانزيت تاعو. ويلا باغ اكزومبل بقى لنا لا مالادي دو هيرشبرونغ نزيدو ثاني نبعثو الطفل عند الجراح. دون سو كالا سينو. نعم. بالحديث عن الامساك عند الاطفال, هل دكاتره انتم يعني دكاتره تاع الطب الداخلي تحبدون طريقه مثلا انهم يعاون ولدوا يدويا؟ هي يعني حاجه شائعه في المجتمعات نتاعنا انه كي يكون بيبي ولا يديروا الامساك الامهات نتاعهم يلجئوا الى بعض الطرق يمكن تاع لي زاسيوس غرومير ولا انهم يسرحوا اولادهم. نعم بيان سور نقدروا نستعملوهم كما قلتي انت عند الرضع عند لي بيبي ثيرمومتر لي واسمو لي بيتي سوبو نقدروا نستعملوا هذوما. نعم. باش نعاودوا نردوا دونك سي فوزيت. نعم. طيب مضاعفات الامساك دكتوره وين قادر يوصل لو كانت الحاله فريمون شديده؟ شوف هو الامساك يقعد امساك الاخر. بصح قلت لك حاله وين فريمون يخاف الانسان هي لوكلوزون انتستينال ايغو المصارن يدورو. باسكو كي يكونوا هذو الفضلات يابسين بزاف ولا وما يهبطوش الريح اوتوماتيكمون يولي ما يهبطش وكلش يبقى لداخل ويقدروا يدوروا المصارن ويمدوا لنا اون اورجونس هي لوكلوزون انتستينال ايغو. سينون دون دوطخ كا لا لا سا ديبون ومنين جا هذا الامساك نبحثوا عليه. اذا كان سرطان سرطان هو اللي واعر ماشي لا كونستيباسيون. داكوغ تري بيان دونك يفو اكسبلوري. نعم شنو يمكن حاجين نقدروا نديروها في يومياتنا باش نتفاداو الامساك في حال اذا كان امساك فقط؟ صحيتي دونك حنا كيما قلنا لا بلوبار دو تون نقولوا الوقايه خير من العلاج. نعم طبعا اكيد.
الوغ لا كونستيباسيون هي من لي كوز تاعها بوكو بلوس. الريجيم ماشي مليح، ما يديرش الانسان السبور سوفيزامون، ما يشربش بزاف الماء، الانسان كي يدير هادو مصالح راه رايح يتفادى هذه لا كونستيباسيون. ممتاز. لا بروميير دي شوز واش لازم يدير الانسان؟ او موان يشرب جوست 2 لتر 2.5 لتر باغ جور، ينحيهم له حتى واحد. لا تخوازيام دي شوز كيما يقولوا كون كاع الاطباء يقول لك لازم 5 فروي اي ليغوم باغ جور، لازم الالياف ثم الالياف ثم الالياف. انت قلتي لي مقبله على لا كونستيباسيون شي لونفون، لونفون ما ياكلش الالياف هذا هو المشكل تاعو. انت تحطي له لي ليغوم ولا يطبعهم لهيه وياكل تو سكي ساك فروماج فريت ولا سي بور سا رانو طحنا في الامساك عند لونفون. سينو كي نبحثو سي بو سورتو هذا هو المشكل. صح. عندك باغ اكزومبل الانسان يدير شويه سبور لازم ينشط الاخر، هذه هي. عندك باغ اكزومبل شي لي زونفون باش يتفاداو الامساك، حنا نعرفو كومبلي باللي حاشاك لي كوفات تاع الدار شغل الاخر تاعهم مخدومين بتال فاسون ماشي مريحين للاخر، يدير ان تابوري تحت رجليه دو تيل فاسون رجليه يطلعوا شويه الفوق اوتوماتيكمون يقدر يدخل البيت الخلاء. طيب اه داكور واضح. سي بور سا يقول لك لي تواليت بلا هو يعني تاع بكري اللي كنا نعرفوا بكري صح تيغ كمل اخر من انجلي. نعم. لونجل هكذا لازم يكون، حنا اور كي تقعدي هكذا امبوسيبل، دونك لازم تطلعي رجلك باش يتحل. نعم. المستقيم. طيب خلينا نستقبلوا مكالمه اخرى في الموضوع. صباح الخير مرحبا. السلام عليكم. صباح الخير. مكالمة بزاف ناقصة، دونك يا زيد صوتك يا رضا من فضلك رفع لنا. السلام عليكم. صباح النور. ممتاز. صباح الخير مرحبا. بغيت نطرح سؤال على الطبيبة إن شاء الله. مانيش سمعتكم مليحة. حنا رانا نسمعوا فيك، تفضلي بسؤالك مباشرة. دكتورة يتسمع. شكرا. حبيت نسألك، كان عندي وليدي عنده 13 سنة. عنده 13 سنة وعنده مدة يعني عنده لا كونستيباسيون. اون بليس اكرمكم الله مره على مره يوسخ على روحه ما يقدرش يشد. ما فهمتش انا المشكله تاعو وين. ديتو للطبيب درت له لي زاناليز ايتو، قال لك غير شغل لازم يتعلم يخرج ايتو، مي يدير لي بزوا تاعو هو يخرج كل شيء، مي اشاك فوا سي بو اكرمكم الله يوسخ على روحه ويشونج اشاك فوا. ما عرفتش انا المشكل اسكو غير في الامساك ولا عنده حاجه اخرى. وشكرا عليها. شكرا لك. سؤالك واضح. جاوبك مباشرة طبيبة. صباح الخير الأخت، أنا أحييك. شوفي أنت كي قلتيها بفمك، الإمساك هو اللي راهو يمدلو هذه الحالة. سا سابيل لونكوبريزي. لونكوبريزي كيكون الإمساك كاين وكيما قلنا مقبلة لا كونستيباسيون تيرمينال مع الأخر عنده كيفاش يقولوا أن بوشون. هذا البوشون كل يوم إل سو كونستيتيو. وهذه الاعصاب اللي ثم يتحلوا ولو بيسكل العضله اللي ثم تتحل، دونك اوتوماتيكمون توجور يكون عندنا لي فيت. هو باش يبرى هذا وباذن الله ان شاء الله يبرى لازم نداويو لا كونستيباسيون تاعو. كل يوم نمدوا له حاجه اللي تمشي له، وكما قلنا مقبله لي فروي اي ليغوم لازم كل يوم يدخل بيت الخلاء باش تعاود تولي المشكله لبلاصتها والعضله هذيك تعاود تولي. طيب دكتوره. نعم. في بعض الحالات وين الامساك الانسان يعالجه بنفسه، لما يجي امساك مره على مره خطره في الاسبوع ولا خطرتين في الاسبوع يروح مباشره للصيدليه يقول له اعطيني دواء تاع الامساك، ولا انت تنصحي بهذا الشيء ولا انه لا لازم الطبيب في كل مره؟ شوف دوكا باغ اكزومبل كاين بزاف الادويه اللي تنحي الامساك، مي لو بروبليم كي سوبوز لازم نعرفوا ما هو نوع الامساك. كما قلت لك مقبله كاين المصران هذاك الكبير ما يمشيش كما درنا مقبله، ولا عنده مع الاخر ما يخرجش الفضلات. حنا لازم ديتيرمينو اسكو الفضلات ماهيش تمشي اصلا ولا ما تخرجش، وهذا ما يعرفه غير الطبيب. فوالا. صح. الا ما راهيش تمشي الدواء يشربوا عن طريق الفم، ولا ما كاش ما يخرجش الانسان لازم لي سوبوزيتوار محملات ولا لي تيوب هذوك باش نخرج لا كونستيباسيون. دواء ماشي كيف كيف. اون بليس كاين واحد النوع من الادويه اللي فيه سنان مكي. سنان مكي حنا ما ننصحوش بزاف الناس يشربوه باسكو يقولوا له لو سيني بالعربيه. صح. وهذايا انتيزان ستيميلو انتيزان يقدروا يشربوها تيزان بزاف. لي مالادي يجوا عندي الكابين يقولوا لي شربناها تيزان. داكوغ. هي ماشي مليحه بزاف
سورتو الا كثرتي منها يولي مصران مفنيان يولي كاع ما يخدمش باسكو هو هذايا المفعول تاع هذايا دواء انه يمشي المصران بصح يمشي ومن بعد المصران يولي يعرف هذاك الدواء يولي ما يمشيش كاع دونك اوتوماتيكمون نولوا في كونستيباسيون اكثر من اللي كانت في الديبي نعاودوا نولوا اكثر دونك دو بريفيرونس واحد يشوف الطبيب ويشخص واش نها هاد لا كونستيباسيون باسكو ميم كيما قلت نتايا كاين لا كونستيباسيون مين يلاه تجي بالمناسبات باغ اكزومبل انسان يروح في سفر المراه الحامل الانسان يشرب دواء معين بدايه شهر رمضان بدايه نعم. صحيت باسكو كاين شربه فريك وفيها الفريك يبس شويه ما نبداوش بالشربه فريك الشهر هذا شفنا نادم سمعت بدايه رمضان خلينا بالشربه فريك لا كثروا الخضر دو بريفيرونس لا صالا تكون فاريي ولا اي اون بليس توت لا جورني الانسان ما يشربش الماء دونك اوتوماتيكمون في رمضان نلقى بزاف هاد المشاكل صح في الجهاز الهضمي يعاني بزاف في شهر رمضان بصح لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذا ديروا له موضوع هذا ديروا له موضوع فوالا صحيت نعم انتم كاطباء يجيو عندكم بزاف المرضى في فتره شهر رمضان وي وسيرتو قبل سمانه من قبل عندنا بزاف الفحوصات نعم دكتوره شكرا فرحنا